السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الثلاثاء 5/9 الساعة 6:20. هاي ذيبان، الوضع جيد والشباب بالنقاط والأمور جيدة وما في شيء حاليا. هاي ذيبان ما بها كل شيء، جاد طارد وعين الله علينا، مثبتين نقاط وهاي جاد نبرم على نقاطنا، ما في أي شيء. من عند الطيانة إلى الحوايج، ما عسكري فات على ذيبان، بعين الله ثابتين، إذا ما حدا يخذلكم يضحك عليكم إنه ذيبان تسقط، والله بعين الله ذيبان ما تسقط والدنيا دنيا. هاي معاكم حمزة، اليوم 5 شهر الشهر التاسع، ما في كل شيء، الساعة 6:30 قبل المغرب بنص ساعة، ما في أي شيء، وإن شاء الله مصدينهم، وإن شاء الله ما راح يفوتون عليها، إلا على جدتنا. هاي لحد الآن ما في أي شيء. جاي نثبت بنقاط، ثبتنا نقاطنا، دشمنا حالنا، جهزنا حالنا، وخلهم إذا بيهم قوة وحيل يشوفونا قوتهم.